معكم الطالب نوفل الريب، سنة أولى حقوق خاص عربي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق. اخترت هذا الكتاب الذي يحمل اسم هموم بطل الكاتب أحمد المديني، الذي يقدم فيه نموذجا مغيرا يزيد في ترسيخ تجربته الروائية وهي في عقد الرابع. استيقظت البطة صباح وهذا باكرا على غير عادتها. اعتادت البطة أن تقضي جل صبيحة يوم السبت مضطجعة في فراشها وعلى بطنها، تحب ذلك وتكرره لتقتنع أكثر أنها بضة وأشهى من غيرها، ولكي تستجمع طاقة إضافية تصرفها طوال الأسبوع للظهور أقوى. استيقظت مرتبكة أي قلقة، خلافا لاسترخائها ولا مبالاتها مع يوم كهذا. غالبا ما تخصصه لمزيد من إتقان زينتها وترتيب فساتينها وغيره من الملحقات. بدأ الارتباك الذي يتمثل في تغيير جذري لبرنامجها منذ أمس الجمعة، فهي مرت قبل العودة إلى البيت إلى المصبنة. هناك نزعت ريشة وطلبت من متعهد المحل أن يحرص بنفسه على الغسيل بالبخار، ألا يترك الأمر بيد العاملات البطاش الأخريات، فهن يغيرن منها لكونها أجمل منهن طبعا، ولأن وهذا ما لا يعلمه حديثة عهد بهذه المدينة. ومع ذلك استطاعت أن توقع في الشباك فتنتها كبارها وصغارها على السواء، على أن ما يثير حفيظتهن معرفتهن بمواهبها المتعددة، فهي ترقن على الحاسوب بمهارة وتقفز بالحبال وتتسلق الجبال وتغني وترقص، وكل ما تقوله من كلام أو يخرج من فمها كالعسل، وهي تسكت حياء فقط من تعداد باقي ما تتمتع به من مواهب يمكن أن تعود إليها في حينه.